مولود ترامب على ما يبدو دخل أسابيع حاسمة وأكثر حرجاً من المراحل السابقة، كيف؟ هذه المرحلة الحرجة لا تتمثل باستدعاء ما توقع من الشهود الرئيسيين، أبرزهم على الإطلاق محامي ترامب السابق مايكل كوهين والممثلة الإباحية ستورمي دانييلز. لكن استراتيجية الدفاع المؤقتة لتبرئة نفسه هي استعداده ولو نفسيا لذلك. ترامب قال إنه سيضحي بعقوبة السجن في سبيل الدفاع عن حريته، لكن مشكلة ترامب في لسانه لا يسيطر عليه، ويشكو مرارا من أن المحاكمة في وقت يرى أنه ينبغي أن يكون ناشطا في حملاته الانتخابية، وهذا ويحاول المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ إقناع هيئة المحلفين بأن ترامب لم يقم فقط بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات الأموال السرية المزعومة، إنما ضاعف براغ جريمة ترامب بجريمة أخرى، ألا وهي التآمر للتدخل في الانتخابات أو منعها.